بخير الله خير الحمد الحمد لله. لله ما شاء يا الله مرحبا بيك وهلا والله بخير. هو شرفتنا في مؤسسة الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية. الشرف لنا كاملين والله حقا. هذه المنظمة العتيدة اللي عمرها يعتبر عمر جبهة البوليزاري. نشأتها 1974. نذكروا بداية على انه احنا نستضيف الأمينة العامة الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الشابة السيني، ومعها كذلك الأخت رئيسة قسم الإدارة والتسيير مرحبا وسهلا المنظمة، والأمينة الجهوية لولاية العيون بالصدفة مرحبا. الحقهم الحال كيف النوافين من اجتماع الحقهم الحال مازالهم. إذا نحن معك في هذا المباشر، وبغيناك يعني تقربنا من هاي المنظمة وعملها، وخاصة نحن نعرفوا أنه المرأة الصحراوية عندها دور كبير جدا في الثورة الصحراوية. يعني لولا المرأة الصحراوية كذلك ما كانت الدولة الصحراوية، لكانت هاي المؤسسات كان لا شك عن هذا اللي قلت، يعتبر يعني افتتاحية في هذا الجانب وفاتحة هم اللي يمجيك انت اليوم كيف ما تفضلت به. نشرف بعد بمجيك اليوم لهذه المنظمة من خلال مقرها المركزي اللي موجود في ولاية بجدور، مقر الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية. وكيف ما تفضلت عن المرأة الصحراوية رافقة الثورة الصحراوية من نشأتها اليومنا هذا، رافقتها في محطاتها كاملة، سياني كانت في حقبة الاستعمار الإسباني غير مولي، امتدت شهر للاحتلال المغربي وذيك المقاومة وذاك العطاء اللي رافقت به ثورتها مازال هو اللي مبين نصب عيونها حتى تحقيق الهدف. ولهذا يجي الاتحاد يعني كحركة نسائية اللي عدرت الجبهة من هذاك الزمن. يعني كانت نشأتها 1974، الجبهة كانت نشأتها 1973، إذن هي بعد سنة. إذن لولا هذا يعني الاهتمام اللي طرحت به الجبهة مكانة المرأة الصحراوية غير مولي، المرأة الصحراوية ثبتت ذاك. إذن يعني هو كان أعطت لها فرصة لكن عن جدارة. يعني لو كانت المرأة الصحراوية ما ثبتت نفسها قد تعود الجبهة مولي ما فتحت لها ذاك المجال. إذن فهم تكامل ما بين الجبهة وما بين المرأة الصحراوية في طار يعني عنها المرأة الصحراوية قدمت وعطاتها غير مولي الجبهة بحاجة لها باش ترافق هذه المسيرة النضالية. وكيف ما قلت لك يعني عبر هذه المراحل كاملة اللي خاضت بها من ذل حتى قاع الحركة الجنينية اشتغلوا فيها العيات، اشتغلوا فيها يعني بسرية، واشتغلوا فيها كانوا يعني سند للرجل الصحراوي، سند للرجل الصحراوي في كل شيء، كانوا سند وما زالوا ليومنا. نجوا مثلا للمرأة الصحراوية في طار بناء مؤسسات الدولة، راه هذه المراحل كاملة اللي قلت لك خاضت عليها حتى من حرب التحرير. مرأة اعطت فيها، ومرأة كانت يعني سند للمقاتل الصحراوي. المرأة الصحراوية كانت يعني هي اللي كانت قاعدة خلفية، الرجل الصحراوي في الأمام، هي كانت في قواعد الخلفية لكن كانت قاعدة مولي يستند عليها الرجل الصحراوي في بناء مؤسسات الدولة الصحراوية، بناء هيئاتها، بناء هياكلها، من تعليم، من صحة، من تنظيم، من فروع، من منظمات جماهيرية إلى آخره. إذن المرأة الصحراوية ثبتت يعني نفسها ودخلت تاريخ نضالها، دخلت وسجلت قبال بحرف من ذهب، وضعت بصماتها عن قناعة. عقب تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، شنو هي المهمة الجسيمة اللي كانت قدامه؟ يعني نتكلم عن بعد 74، وجي كذلك مجي الصحراويين اللاجئين هون للمخيمات العز والكرم. كانت المرأة الصحراوية ما كان قدامها أي تحدي، لأنها كانت قاهرة، هي اللي قهرت هذا الوضع كامل اللي هي متحديته بعطائها. ومجي قلت عنها اتحاد النساء والله حركة النسوية أنا ذاك كانت موجودة، وكانت موجودة إلى جانب يعني قيادة جبهة البوليزاري. وفي أول ندوة كان الشهيد الولي رحمة الله علينا وعليه، كانت موجودة معاه يعني المرأة الصحراوية في ذيك الندوة أنا ذاك كأول ندوة. من بعد ذاك يعني مرت مراحل لين وصلت فيها اخبار المؤتمرات. مؤتمرهم كان الاتحاد الوطني، اول مؤتمر عدل 85.
إذا أول مؤتمر وطني أول مؤتمر وطني للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية كان 85 منين؟ هون في بوجدور. أي فولات إذا بوجدور. بوجدور حقبة. إذا هذه المحطات كاملة اللي خاض عليها الاتحاد الوطني هي عن ذيك المسؤولية المرمية على عاتقه في أهداف كبرى طرحها الاتحاد الوطني هو ترقية المرأة الصحراوية بجميع الجوانب، سواء يعني كانت سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، مرافقة المرأة. لأنه هو أول هيئة يعنى بشؤون المرأة، أول مادة قانون عندنا، مادة قانونية عندنا في قانون الاتحاد الوطني تقول الاتحاد الوطني يعنى بشؤون المرأة. إذا ترقيتها بجميع الجوانب، مرافقتها، مرافعة عنها، وخصوصا النصف الآخر. نصفنا الآخر في المناطق المحتلة. إحنا تيهمات يعني صوتهم في المنابر الدولية، في المحافل الدولية اللي نحضروا لها. تسليط الضوء على معاناتهم. تحت وطأة الاحتلال غير هذا ما هو هو وحده نضال مستمر في هذا العطاء وفي هذا التكامل كجسم يعني بهذه المرأة الصحراوية. الاتحاد الوطني يعني عنده امتداد عبارة عن هيئات، مثلا المؤتمر أعلى سلطة عندنا من فم تجي الأمينة العامة، ينتخب معها طقم، ينقال له المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، عنده ملفات وطنية لكن عنده كذلك ملفات جهوية. إذا عندنا 10 ملفات وطنية وعندنا 5 أمينات جهويات متكلفات بالولايات. هذا ضريك هذه المركزية ضريك عندنا نسخ منها في كل ولاية، كل ولاية موجودة فيها دار مرأة باش نقربوا العمل جميع الميادين من المرأة الصحراوية في قواعدنا الشعبية. إذا هذا الاتحاد الوطني قلت عنه يجي فأهدافه قبال الكبرى هي المرافقة ومرافعة عن المرأة الصحراوية في جميع البرامج، سياني كان جانبها الصحي، التوعوية الصحي، سياني كانت في المشاركة السياسية، سياني كانت في المساواة بين الجنسين، سياني كانت في التمكين الاقتصادي، سياني كانت في الإعلام وتسليط الضوء على جميع برامج الاتحاد وعلى مواقع المرأة الصحراوية، وعلى تسليط الضوء كذلك على يعني نضال وكفاح المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة مولي، وتسليط الضوء على ذيك الانتهاكات الجسيمة اللي تعاني منها المرأة الصحراوية هناك، الشعب الصحراوي قاطبة. عندنا كذلك نلعبوا يعني دور كبير في جانب يعني الخارجي، جانب التعاون، لأن جميع مشاريعنا اللي نشتغل بها هي مشاريع تضامنية باش ترفع من مستوى المرأة الصحراوية في جانب التكوين. عندنا يعني مثلا تعليم الإسبانية، تعليم الإنجليزية، تعليم الإعلام الآلي. إذا الاتحاد الوطني فاتح جميع المجالات من أجل ترقية المرأة في جميع الجوانب. داخل مخيمات العز والكرامة شنو العمل أيضا الميداني، يعني من غير هذا العمل نقوله الإطار، لكن العمل الميداني اليومي اللي ممكن يتدخل فيه الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ويعود عنده يعني أثر والله تأثير مباشر على المرأة الصحراوية داخل المخيم، يعني كامرأة في خيمتها مع أولادها، وفي نفس الوقت يعني كامرأة أيضا فاعلة في المشروع الوطني. هذا هو اللي قلت لك عنه يلعب فيه الاتحاد عبر برامجه، عبر هياكله الاتحاد الوطني موجود من أعلى هرم، تشكيلة واسعة امتدادها إلى البلدي. إذا عندنا تمثيل على مستوى مركزي، عندنا على مستوى جهوي، عندنا على مستوى محلي، عندنا على مستوى أساسي. إذا الاتحاد الوطني متقلقل قواعد الشعبية، تمثيله كامل موجود في قواعد الشعبية. إذا جميع البرامج مثلا هذه السيدة مثلا أمينة جهوية، برامج اللي تمشي من هون تسقط عليها هي تسقطها بدورها على المحلي، والمحلي يسقط على الأساسي. إذا تغذات هون القواعد الشعبية. طبعا أنا باش نظهروا الأخت معانا الأخت هون أيوة نعم ما هو مشكلة قلت عنه هذا يعني في النهاية قذ قواعدنا الشعبية من برامجنا من خلال امتداداتنا الواسعة والموسعة شر قواعدنا الشعبية. غير هذا مملي مثلا احنا اليوم كنا هنا في حلقة تقييم ما بين اجتماعين مثلا للأمانة الوطنية الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية. في هذا الاجتماع دائما نتكلموا عن ذيك العراقل اللي تعيق سير العمل والانشغالات اللي عند المرأة الصحراوية بصفة عامة، ما هو إلا على مستوى المنظمة. نمر بخلاصة واستنتاجات. الاجتماع الجاي نشوفهم اللي ذا اللي يعدل من ذا وذا ما قد يعدل، وشن هي العوائق اللي
ما تخليه مثلا انه ينجز والله يوحد الى اخره. اذا هو موجود اللي هو الاتحاد الوطني موجود متغلقل في قواعد الشعب. ما يتعلق بالجانب الدولي مثلا شنو المؤسسات الكبيره مثلا اللي عندكم فيها عندكم معها تواصل قباله؟ على مستوى الجانب الدولي فم 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 تضامن، فم تضامن نسائي موجود على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى القارة الأوروبية وكذلك على مستوى القارة أمريكا اللاتينية. إحنا كيف النوافي نظريك من دولة ندوة باط دولية كبيرة واسعة اللي تعود شاركت فيها تقريبا ما يقارب من 48 امرأة على مستوى القارات الخمس. هذه الندوة تنشطها وتشرف عليها المسيرة الدولية للنساء هذا الجسم عن بعد. عن بعد هذا الجسم اللي يعني منتشر على مستوى العالم لين تحضر لك 48 مرة من جميع أنحاء العالم وتعاطى معاك وتجاوب معاك وتمشي لك رسائل تضامنية بيوم ينقال له يوم الأم اللي هو اليوم الوطني للمرأة الصحراوية والله الأم الصحراوية اللي هي 18 فبراير. هذا النهار يتخذه الاتحاد الوطني كيوم وطني مناسبة سقوط الشهيدة الشائعة أحمد زين في قصف مضريقة. الشهيدة الشائعة ممرضة من الممرضات اللي كانت أنا ذاك محد حقبة الاستعمار الإسباني وكانت في مضريقة في تداوي الجرحى وتضمدهم وكذا وكان حملها الأول للأسف حقبة فذاك يعني استشهدت هي والجنين حق بعد هي الداوي. إذا الاتحاد الوطني قبض منها هي ذا اليوم الوطني بحكم ذاك العمل الإنساني كأم صحراوية في حملها الأول في عز شبابها كانت يعني تقوم بهذا العمل يعني الإنساني والعمل النضالي يعني ما خطرت أنها تحافظ على نفسها وإنما بالعكس هي أعطت نفسها وأعطت جنينها اللي ما قد حتى هو أنه يسلم من أيادي وبطش الاحتلال المغربي. هذا قلت عنه يتخذ دائما المسيرة الدولية ذاك اليوم كيوم تضامني مع نضال وكفاح المرأة الصحراوية ويمشوا به ذوك نساء ذاك العالم كامل كله وحسب يعني رسالته وخالق منهم اللي كذلك في بعض الدول مثلا المعترفة على مستوى القارة الإفريقية والله أمريكا اللاتينية اللي تتصل عياو بالسفارات ويتصلوا بتمثيليات باش هم اللي يعزوا ذاك التضامن من خلال هذا العمل اللي ذا هو مشكور. مولي مثلا في الأممية الاشتراكية كانت عندها مشاركة فيها كانت عندها مشاركة في مؤتمر معدل في جنوب أفريقيا مؤتمر مولي النساء القاعديات المعدل في تونس كانوا معيطين وشاركنا فيه. إذا منظمة لا تشارك مشاركة لا بأس بها على مستوى دولي وهذا هو اللي قبال من خلاله نسلطوا الضوء على نضال المرأة الصحراوية ومقاومتها وصمودها غير مولي نسلطوا الضوء على الانتهاكات الجسيمة اللي طال المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة. من أين توقع مثلا كيف شفنا ياسر من الانتهاكات اللي توقع المناطق الصحراويات في المناطق المحتلة كيف سلطان أخيات وقت مؤخران كيف المناطق الصحراوية من التحيدار كيف بمبا الفقير يعني مجموعة من الناشطات الصحراوية تتعرضوا ياسر من الأمور في المناطق المحتلة من طرف الاحتلال المغربي شنه المجهود اللي يقوم به الاتحاد من أجل مؤازرتهم ومساعدتهم على التغلب على هذا الأمر؟ احنا عندنا اتصال بهم دائما الحمد لله سيان منين يجوهون والله سيان هم اللي موجودات هك عبر الهاتف عبر هذه الندوات عن بعد ودائما اشراكهم في هذه الندوات باش هم انفسهم يعودوا متكلمات عن وضعهم قبال بدلا من اللي احنا مثلا نظري عندنا ندوة تتكون من 4 محطات فات واحدة منهم تكلمت فيها المناضي الجسور الأم سكينة جدهلو وهذه الفايتة تكلمت فيها الأخت محفوظة. هذو الندوات يعني مأطراتهم أخواتنا أمريكا اللاتينية وإسبانيات في إطار التضامن لكن يسلطوا الضوء على العنف اللي يطال المرأة في الحروب والنزاعات. إذا نموذج المرأة الصحراوية في الحرب لكن في طار النزاعات هم اللي تخلق عندهم هم جايبين نماذج كذلك هم من أمريكا اللاتينية. هذا قبال من اللي عزز قلت عنه ذاك يعني اللحمة والترابط اللي ما بين الاتحاد الوطني كمنظمة الأم مع الجسم النسائي موجود في كل بلد. إذا احنا عندنا هذا التضامن وهذا التآزر وهذا تسليط الضوء غير مولي عندنا العمل اللي معاهم بدون ما ننسى عندنا جانب ثاني جديد نشتغلوا عليه
هما النساء العربيات اللي احنا موجودين غريك أعضاء مع هيئة يقولوا لها هيئة ندى، اختصار نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذه موجود فيها جميع النساء الصحراويات أو النساء العرب. العربيات بما فيه الأخوات المغربيات معنا أخواتهم. إذا هذا العمل كذلك يطمح الاتحاد الوطني أن يوسع مشاركته وعلاقته، ما هم إلا بالإفريقيات والله بدأ غير مولي، عندنا أخوات ثانيات في العالم العربي، تبادل التجارب تبادل الأفكار في هذا النضال وفي هذا العطاء اللي كان يغرب ذاك، دائما الجانب بس العربي على المنطقة يبقى شوي مختشي شوي، مازال ما فتنا ما وصلنا فاتمضاش ذاك هاي اللي هو غير بعد هماتي كنساء عربيات رافقوا معنا، هذه رافقوا معنا الأخت سلطانة، وهذول العربيات معظمهم أصول كردية غير فم من الدول المولية الثانية، من فم من الشرق وفم من المشرق وفم من نيران وفم من يعني في السودان فيه اليمن فلسطين، يعني فم تنوع، فم تنوع عربي غير رافقهم اللي معانا نضال الجسورة سلطانة، ومشاو لها ميساجات ومشاو لها أوديوات ومش تكلموا معاها ديركت في ذاك الانحصار كان معدل عليه. هذا اللي باقي نقوله توف عن الاتحاد الوطني، راه مسلط الضوء وباقي مثلا انه يتعاون مع هذا الجسم اللي موجود حتى في الشتات وموجود تحت وطأة الاحتلال وجاليات الشمال وجاليات الجنوب، باعتباره قبال كيف ما قلت لك قبل عنه معني بقضايا المرأة وبشؤون المرأة الصحراوية. نرجع للواقع هون في مخيمات العز والكرامة. نعرفوا أنه الحرب رجعت يوم 13 نوفمبر 2020، ونعرفوا على أنه ربما كان هناك فراغ لتقريبا حوالي 30 سنة. عقب عودة الحرب، شنو هي معنويات المرأة الصحراوية؟ معنويات المرأة الصحراوية عال العال، قالوا الناس تمام 100%. معنويات زينة حتى، بالعكس المرأة الصحراوية كانت مؤيدة قبال لعودة الكفاح المسلح، استئناف الكفاح المسلح من جديد بالأحرى، لأنه المرأة الصحراوية كيف هيئات المجتمع السياني على مستوى شباب والله يعني الفئات العمرية كاملة، لكن المواقف كذلك المرأة الصحراوية مؤيدة كانت المواقف الجبهة الشعبية والدار الصحراوية لاستئناف الكفاح المسلح، لأن سئمنا من كاذيب الأمم المتحدة وقرارات وبيانات ومجلس الأمن وما أدراك ما مجلس الأمن، إذا المرأة الصحراوية طال عليها الأوان، وعرفنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فهذا يعني المرأة الصحراوية كيف ما كانت سند آنذاك للرجل الصحراوي محده كان في الصحراء الأمامية، نفس الشيء ضريك هي سند، وعندنا كذلك مدرسة البنات اللي موجودة الآن، يعني هي داعمة لصفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي إذا يعني احتاج الأمر ذلك، لكن كذلك هي داعمة في التمريض، هي داعمة في الإدارة، هي داعمة في كل ما الملتزمات والله أي شيء قد يعني يحتاج المقاتل الصحراوي. المرأة الصحراوية ما عندها إشكالية إلا أنها تكون في الصفوف الأمامية، لأنه اللي بدون وطن ما عنده كرامة، واللي بدون وطن ما عنده حياة، وهذا حقيقة طال عليه الأوان تواجدنا هون في هذه الأرض اللي باسمي وباسم الشعب الصحراوي وباسم النساء الصحراويات. نشكر قبال الجزائر شعبا وحكومة على هذا يعني سنوات كاملة اللي هي يعني مستضافتنا على هذه أرضها، واللي اعتبرناها فعلا يعني صبحت أرض، لأنه إنسان منين يعود يمارس حياته اليومية بكل حرية وبكل يعني رياحية باش يعدل أموره، إذا هذا حقيقة لعدرة الجزائر الشقيقة الشعب الصحراوي ما يقد حد يكون يثمنه أي ما تثمينه حقيقة. طارحين ذاك ببلد كشعب وكقيادة هذا الجانب اللي هو بدون يعني مثلا ما عندها شيء بدون عائقها، حق ما عندها شيء اللي هي عائقها نهائيا، يكون تعود داعمة كيف ما كانت داعمة المقاتل الصحراوي. نفس الشيء رايت عقب استئناف الكفاح المسلح شرفنا قبال العودة له، وشرفنا قبال عن نعود جنديات مجندات تحت أوامر مقاتل لباس مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي. كسؤال أخير،
شنو هي نظرة الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية للدور اللي ممكن تلعبه المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة؟ نظرتنا لهم لا نظرة اللي هما تقع معدلات بدون ما ننظر لهم احنا تي هما تي معدلات ذاك النضال الزين اللي هما تي قاهرات به عدوهم فم هما تي اللي نوجه لهم رسالة ومواصلته والسير عليه وهذا بدون ما يحتاجوا لأنها المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة قدمت وعطات اللي ما تقل نهائيا شأن عن ذا اللي عدل المقاتل الصحراوي رقم الاختطاف القسري رقم التعذيب في السجون رقم قتلهم رقم التعذيب كل واحدة قدام الثانية رقم الاغتصاب رقم ذا كامل ظلت مرفوع راسها إذن إحنا نشدوا على أياديهم ونقول لهم إلى الأمام في مسيرتهم النضالية المتواصلة السلمية باش يبرهنوا العدو قبال عنهم هماتي أمنات الصحراء الغربية وفي يوم من الأيام له يحررها إن شاء الله. أمين. مشكورة جزيلا الأمين العمل لاتحاد المرأة الصحراوية شكرا جزيلا لك. شكرا لك أنت وشكرا لجيك الله واجب والله واجب والله. مرحبا نشكر كذلك مشاهدينا عبر هذا المباشر اللي تكلمنا فيه عن حضور المرأة الصحراوية وعن دورها ومساندتها للرجل الصحراوي في المعركة معركة التحرير معركة تحرير الصحراء الغربية من المحتل المغربي. السنوات يعني لم تمنع هاي المرأة الصحراوية عن يزداد يعني منسوب الأمل عندها وتدفع بالمجتمع إلى أن يكون في مستوى هذا التحدي اللي هو تحدي صعب ولكن يعطى من خلاله درس ولا دروس كبيرة جدا في الصمود والثبات على الموقف. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.